بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بسمة البكرة. هنبدأ النهاردة، وعلى مدار الحلقة هنقدم مواهب من ذوي الإعاقة، من زملائنا من ذوي الإعاقة، ومن غير من غير زملائنا من ذوي الإعاقة. احنا بنتكلم عموما ان احنا قد التحدي، وان احنا مش اقل من اي حد. معايا زميلتي بسمة. ازيك يا بسمة؟ ازيك يا حسن. ومعايا النهارده الضيفة الجميلة. ازيك يا ياسمين؟ ازيك. عايزين نثبت للعالم كله ان احنا قد التحدي، وان احنا ما فيش اي مشاكل عندنا، وان احنا الدولة موفر لنا كل حاجة. بس احنا نستغل الكلام ده كله ونبدأ نبدع ونظهر نفسنا للعالم، وحتى بدليل ان احنا هنسيبكم دلوقتي مع فيديو على الشاشة هنتفرج عليه ونرجع لكم. اسمي دعاء محمد السيد عيد، من قرية بهناي، مركز الباجور، محافظة المنوفية. عندي ضمور في العضلات. بحب الرسم وشغل الهاند ميد جدا. تعلمت رسم البورتريه من 3 سنين. استخدمت الرصاص في بعض رسوماتي، وأول بورتريه رسمته بالفحم كان على عبد الحليم حافظ. بعدها جربت ألوان المية والجواش، حبيت أستخدم خامات أخرى غير الألوان. استخدمت الشاي والعسل، ورسمت بورتريه لمحمد صلاح. حبيت أجرب فكرة الشوكولاتة، ورسمت الصورة دي. كانت تجربة حلوة جدا واستمتعت بيها. تعلمت الخط العربي بالبوص والحبر. تعلمت الرقعة والنسخ والديواني. أما بالنسبة للهاند ميد، عملت ورد بالفوم وفوانيس رمضان وعروسة المولد. تعلمت فن الديكوباج، ودي كانت أول لوحة ليا للفن ده، وهو فن جميل جدا. وإن شاء الله اللي جاي أحلى. عاوزة أقول إني لما عرفت إن عندي ضمور وعضلات ما استسلمتش. بشاركت في مسابقات كتير، انكتب عني كذا مقال في كذا جريدة. عاوزة أقول إني ما فيش شخص معاق، لكن في مجتمع يعيق. احنا ما نستاهلش نظرة الشفقة من بعض الناس، احنا بنعافر عشان نوصل ونثبت اننا موجودين. عاوزة أقول كمان لأي حد بيمر بظروف صعبة، استعين بالله دايما، واوعى تستسلم للظروف. انت قدها وانت تقدر، عافر لحد ما تحقق حلمك، واوعى تعيش كده وخلاص. شكرا لكل الناس الحلوة اللي واقفة جنبي وبتدعمني. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني النهاردة في حلقتنا المميزة مع الأستاذة بسمة والأستاذة ياسمين. أستاذة بسمة، عرفينا بضيفتك الجميلة. ازيك ياسمين؟ مساء الخير. مساء النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. طبعا انا شفت، طبعا احنا بنقدم مواهب لذوي الهمم، وطبعا بالنسبه لهم دي حاجه قيمه. وما ننساش برضو المواهب الاطفال حبايبنا. انت عندك موهبه الرسم، واهم حاجه انت ليك اخين من ذوي الهمم. عايزه احب اعرف انت بتتعاملي معاهم ازاي؟ بكل هدوء وكل حاجه. ما علي صوتك ياسمين. ياسمين عايزين نسمعك، عايزين نعرف الدنيا كلها ان انت قد ايه فنانه انت جميله. موهوبه. موهوبه، فبعد اذنك صوتي على شويه عشان احنا كمان نسمعه. اتفضلي. بعمل اخواتي عادي يعني. طيب.
تمام، هما بيرسموا معاكي ولا بتحاولي مثلا تدمجيهم في المجتمع او حاجة زي كده؟ بتلعبي بحاول معاهم؟ اعلمهم حاجة للمجتمع يعملوها. اه بتخليهم يرسموا معاكي كده. اه طيب ممكن تورينا رسوماتك يا ياسمين؟ الله، دي رسمة عصفورة اهي. تمام. ايه الرسومات التانية يا ياسمين؟ انت خشيتي مسابقات في المدرسة؟ إيه، وكسبتي طبعا فيها الجائزة الأولى. مش اكتر. اعرضي، ايوه اعرضي ديت رسوماتك. رسمه جميله اهي، رسمه العصفوره. بسم الله ما شاء الله، جميله طبعا جدا. مش ورينا اي رسومات تانية ياسمين؟ بتبقي عامله ازاي يعني؟ مودك اكيد طالع في الرسمه، كان مودك حلو. تمام 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 كده استاذه. كنا اتفضلي كده، ارفعي لنا ياسمين كده رسوماتك كده على الهوا بايدك كده، عشان الناس يعرفوا قد ايه رسومات جميله وقد ايه انت تعبتي فيها. اعرضيها كده واحده واحده كده. قولي، بصي شوفي انت كنت بتعملي كل ايه. كل رسمه عندك بتعبر كانت عني. بالمود بتاعك استاذه ياسمين. ياسمين معاك. انت مكسوفه من ايه؟ لا طبعا، احنا بنعرف الناس كلها ازاي ان انت عندك طفلين اخواتك من ذوي الاعاقه، وان انت بتبدعي، وان انت بتتعاملي معاهم بصوره كويسه، وان انت بتتعاملي معاهم بحسن معامله، وبتحاولي تشاركيهم. طب انت شايفه في فرق بين اخواتك وبين الاطفال العاديين؟ لا، مفيش فرق في المعامله طبعا. مفيش طبعا، زي ما بتعامليهم زي ما بتعاملي الاطفال التانية اللي هم ولاد عمك ولاد خالك، الكلام ده كله صح؟ اه. طيب ورينا بقى بقيه الرسومات كده، فرجينا عليها. طب ياسمين، الموهبه دي ظهرت عندك من امتى؟ كملي كملي ياسمين وانت بتتكلمي، تقدري تعرضي رسوماتك؟ 3 أو 4 سنين. 4 سنين. اه. حد ساعدك في الموهبه دي او حاجه؟ هو شجعني بابا. ايوه. جه الشكر وبس. الاكتر بقى في التشجيع وفي الحاجه كانت ماما وتيتا. طب ماشي، كانت اكتر حاجه يعني تشجيع. ودي رسمه كمان نعرضها على حضراتكم. دي بالميه ياسمين ولا بالميه؟ بالوان الميه صح كده. طب بترسمي بفحم او حاجه زي كده؟ اه، في فحم ورصاص كل حاجه يعني، بترسمي برصاص. اه. مين اللي ساعدك في الرسم؟ كان ليكي مدرسه بتساعدك في الرسم؟ لا، كانت خالتي بتساعدني وكانت بتشجعني. بتشجعك. اسمها ايه خالتك؟ سحر. سحر، احنا من هنا بنقدم لك تحيه السحر، وربنا يعينك يا رب. ماشي، ورينا كده يا سمسمه. ودي ليها رسمه كمان يا استاذ حسن. تمام. بس مودك احيانا يا ياسمين لما بتبقي زعلانه بترسمي ايه؟ بتحبي ترسمي وانت زعلانه او تمام؟ رسمي زعلانه. وديت رسمه كمان اهي. بسم الله ما شاء الله. تمام. ماشي ياسمين، إيه المدرسه موفره لك الوقت للرسم او حاجه زي كده؟ اه، موفره كل حاجه. موفره كل حاجه. وريني الاعراض دي، الفحم دي ولا ايه ياسمين؟ اه، دي فحم. اكيد الفحم المفروض ما يبقاش له اي غلطه عامه. اصعب حاجه. اه، الفحم اصعب حاجه. بالنسبه للالوان؟ لا، دوت لو في غلطه او في حاجه مش هتتعدل كده، اللوحه خلاص انتهت، مفيش تعديل. تمام. انت نفسك تبقي ايه وانت لما تكبري ياسمين؟ تبقي رسامه؟ مش قوي. امال عايزه تبقي ايه؟ تواخدها هوايه. امال نفسك تبقي ايه؟ هدخل باذن الله كليه شرطه ان شاء الله. باذن احنا معانا مداخله من الاستاذه، انا مع الاستاذه مع الاستاذه اللي كسرت التحدي، الاستاذه دعاء، اللي شفنا الفيديو بتاعها من شويه. ونقول السلام عليكم. لا استاذه دعاء، ازاي حضرتك؟ استاذه دعاء هستاذنك تعلي الصوت شويه. ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ معاكي الاستاذه بسمه بقى. ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ ازاي حضرتك يا استاذه بسمه؟ انا اتشرفت ان انا اسمع صوتك دلوقتي بجد. الشرف ليا والله، والله ربنا يخليك، انا مستمتعه. طبعا رسوماتك فظيعه، بالشوكولاته انت عملتي، بالشاي والعسل، يعني انت ابدعتي فعلا بجد. وقلتي لذوي الهمم احنا موجودين، احنا نقدر نعمل اي حاجه، بنتفاعل مع المجتمع، بنوري نفسنا للمجتمع احنا مفيش اعاقه، احنا قد التحدي. انا سعيده بك يا استاذه دعاء جدا والله. انا سعيده والله، وبتمنى ان انت كنت تشرفينا. ان شاء الله الفرصه الجايه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. استاذه دعاء. ايوه يا استاذ حسن، اتفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامل ايه؟ عايزه اتعرف على حضرتك اكتر. انا اسمي دعاء. اتفضل. اتفضل يا استاذه. اسمي دعاء، من قريه بهنان. تمام. محافظه المنوفيه. يا مرحبا. عندي ضمور في العضلات. تمام. برسم، بعمل شغل هاند ميد. تمام. برسم بكل الالوان والفحم، وجربت الخامات اللي هي الشاي والعسل والشوكولاته.
وبحاول ابتكر حاجات جديده عشان اوصل لحاجات احلى ان شاء الله الخطوه الجايه احسن بالملح. في افكار جديده يعني في دماغي ان شاء الله اعملها وانفذها، يا رب اعملها كلها تعجبكم. يا استاذ دعاء، اكيد انت بتواجهي صعوبات طبعا في حكايه الرسم بالعسل والرسم بالشاي، اكيد يعني في صعوبات بتلاقيها موجوده في الحاجات دي. أكيد طبعا، بس كل حاجة صعبة لها حل يعني، بوصل لها إن شاء الله بس انت وبعالج الصعبة. بتظهري رسومات فظيعه يعني تشد الواحد قدامك. تسلمي يا رب، ربنا يخليك. احنا بصراحه شفنا الفيديو، كان نفسنا الفيديو يبقى كله الحلقه يعني، احنا كنا بصراحه كان نفسنا ان من جمال الرسومات اللي حضرتك قلت يعني عرضتيها ومن اسلوبك البسيط قوي. جربتي تعملي زي ورش عمل كده لزملائنا من ذوي الاعاقه، ان انت تقدري تطلعي جيل زي حضرتك كده تدي له خبرتك ويبدا يشتغل ما يستسلمش والله للياس؟ نفسي دي، بس هي الفرصة لسه مش متاحة ليا بصراحة. يعني ليه الفرصة مش متاحة؟ إيه يعني عشان خاطر احنا عايشين في قرية وكده، فلسه يعني الخطوة دي يعني ان شاء الله أوزمها الخطوة صح. فيما بعد ان شاء الله بإذن الله يا أستاذة دعاء هتبقي عندك حاجات كتيرة تعمليها بإذن الله ان شاء الله. ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. تمام، والفيديو بتاع حضرتك معانا على الهوا شايفاه؟ لا انا الحقيقه بره. طيب اوكي، احنا طب عارضين، احنا شايفينه، احنا احنا بصراحه شايفينه. بصراحه احنا مبهورين بالفيديو، والناس كلها مبسوطه جدا 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 باللي حضرتك بتقدميه، ونتمنى لحضرتك النجاح يا رب، وان شاء الله لينا لقاء بالتوفيق قريب. يا استاذه دعاء، وبالتوفيق يا استاذه دعاء، ان شاء ونشكر الله حضرتك باذن الله. جدا جدا، وكان نفسي حديثي معاك يطول بس نرجع الاستاذه لسوق. دعاء تقريبا الخط اتقطع، ونرجع تاني للاستاذه ياسمين. اخبار حضرتك؟ ما معلش قلتلناش يا سمسم، ما انت في قلتلناش سنه بقى. كام؟ في سنة تالتة إعدادي. تمام، تالتة إعدادي. طبعا يعني ليكي مدرسة شافت فيكي الموهبة ديت، خدت الرسومات بتاعتك عرضتها مثلا في مسابقات والكلام من ده. تمام، انت كان منظري اكيد انت كنت بتبقي فرحانة قدام زمايلك. ببقى فرحانة وبيشجعوني. بيشجعوك اكيد. انت موهبة جميلة بجد يا ياسمين. ورينا، شوفي الرسومات التانية. اعرضيها انت بايدك يا ياسمين، يلا كده اعرضيها. الله، الملك النائم ده ليه؟ طيب طبعا. إيه، شوف ايه، انت كنت كان مودك ايه دلوقتي ياسمين في يعني انت مثلا لما بتبقي متنرفزه بترسمي كل كلمي حاجه زي ما انت عاوزه. مثلا ببقى فرحانه، بيبقى في الوان داخله، الوان مبهجه يعني. تبقى الوان حسب المود بتختاري الالوان، حسب لو المود قاتم شويه او غامق شويه يبقى الفحم. بتختاري الوان الفحم. يعني الدنيا جميله. من لو الرسم. الدنيا كويسه بتختاري زي الالوان اللي زي ورينا زي الحاجات اللي شفتيها. الرسمه الجميله بتاعت تاني لو الفتاه دي. شفتي دي. يعني كان مبهره، كانت جميله. تمام تمام يا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، موهبه ممتازه جدا جدا. ياسمين لو حبيتي توجهي الشكر دلوقتي على الهوا والناس كلها شايفانا في البلد وشايفانا في مصر كلها، توجهي الشكر لمين؟ اكتريته ماتبقى تيتا. تمام، قولي لها انا بشكرك. بشكرك يا تيتا، يا تيتا على الهوا. تيتا اسمها ايه؟ اسمها هاني. تيتا هانم، بنشكرك يا تيتا هانم على الموهبه الجميله. لا ده انا عايز اسمع الشكر من لسان ياسمين. طب يلا ياسمين اتفضلي. انا بشكرك يا تيتا هانم على كل اللي عملتيه. تمام، وبحبك قوي. ايوه، وبرده مش هنسى الفضل لماما برده. إيه، ربنا يخليك ماما، وربنا رب. يخليك تيتا، وربنا يخليك اخواتك، وطبعا من نجاح لنجاح ياسمين، من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. وانتي معانا لاخر الحلقه، هنتكلم في مواضيع كتير وهنتكلم في حاجات كتير قوي. اول ما بداتي يعني تبداي تعرفي مثلا ان انتي عندك موهبه الرسم، في حاجه وقفتك يعني يئستي فيه، جت عليكي فتره يئستي فيها؟ اللي جت عليا الفتره اللي يئست فيه اللي انا كنت عايزه احاول ارسم اشخاص وخلاص، كنت هنتهي وكنت قلت انا هوقف الرسم الحاجات. تيتا وماما جم شجعوني اكتر وقالوا هتعملي وهتنجحي، ابتدتني ابدا مره في مره لحد ما عرفت خالص. تمام، وبتعمل حلو. ماشي، بس احنا بنقول لك مش عايزينك تياسي. لا انت لسه طفله صغيره يعني، المفروض واحده واحده هتعرفي تعملي كل حاجه. الف ميل بيبدا من خطوه واحده. تمام، يعني انت سبحان الله، انت رسوماتك جميله جدا بالنسبه يعني لسنك. يعني انت قلت سنك قد ايه؟ رسوماتك جميله. 14 سنه. بسم طيب. الله ما شاء الله. رسامه او دي رسمه مميزه بالنسبه لطفله 14 سنه؟ دي رسمه مميزه بالنسبه لك. معايا ياسمين، بالنسبه لطفله 14 سنه رسومات جميله. طب ممكن تعرفيها، تفهمينا الرسمه دي بتتكلم على ايه؟
عبارة عن ملاك، بس هو بيعيط وحزين وفي جواه حاجات، بس هو مش عايز عارف، مش يطلعها عايز ومش يطلعها، عارف مش يطلعها. قادر. تمام تمام ياسمين، ممكن تورينا رسوماتك تاني وتقولي لي كل رسمة انتي وانتي بترسميها كانت بتعبر عن ايه؟ دي دي اول رسمة دي اللي انت كده بتقولي نبدأ عليها. بيها دي كده. كان حزن، كنت حزينة في الوقت ده. تمام، بس منظرها جميل جدا بالفحم، شكلها جميل جدا، شكلها على جدا. فكرة. طب ورينا رسومات تانية. طبعا انت ممكن يبقى مودك انت عايزه تصحي من النوم عايزه ترسمي، ولا في اوقات معينه انت بترسمي فيها؟ في اوقات معينه بترسمي فيها. تمام طب تمام قولي لنا، ورينا الرسمه التانيه دي. زي دي مثلا كانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لي. تمام. يعني حاله البهجه كانت رسومات موجوده، بتعبر على اللي جواها. رسومات بسم الله ما شاء رسومات الله، بتعبر على اللي جواها. بس ثانيه واحده استاذه ياسمين، يعني معانا الاستاذ السيد اسماعيل السلامي المحامي بالنقد، واحد رموز ذوي الاعاقه اللي اعاقته ما وقفتوش. نقول السلام عليكم يا استاذ السيد. السلام عليكم، صباح الخير وصحة. صباح النور يا استاذ السيد. صباح الخير يا استاذ السيد. صباح النور يا ريس. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب. وتحياتي لحضراتكم وتحياتي للحضور معاكم الضيفتين الجمالتين دول. وبسم الله ما شاء الله، يعني دي برضه نماذج مشرفه من ذوي الاحتياج الخاص. هي اللي معانا النهارده يا استاذ، يمكن انت بعيد عن التلفزيون او مش مشاهد الحلقه كويس، واحنا تمام. فمعانا، لا معانا الاستاذه ياسمين، هي طفله موهوبه، طفله موهوبه ليها اخين من ذوي الاعاقه، بتنميهم معاها. لكن احنا عايزين نتناقش شويه في انا وحضرتك، وكويس ان حضرتك اتصلت. كنا عايزين نتناقش ازاي نقدر نظهر للمجتمع ان ذوي الاعاقه لا يعوقهم شيء. هو للاسف يا استاذ، وانا ضغطت على شيء دي في الكلام، عشان احنا ما بيعوقناش حاجه، بالعكس احنا فينا ناس بتستسلم، لكن فينا ناس بدليل الاستاذ دعاء الاراده موجوده فوق كل شيء عندهم يا استاذ حسن. وطبعا طبعا الزوم اسمها الاراده موجوده عندهم. فعايزين نسمع منك شويه، بحكم ان حضرتك صاحب اول دعوه لالزام الحكومه بتفعيل كوتا لذوي الاعاقه، وليك مجال كبير قوي، واعتقد ان انت يعني ربنا يكرم كده ويوفقك يا رب في كل اللي انت داخل فيه ان شاء الله باذن الله. اتفضل. هو للاسف لفظ معاق دوت، ان انا دايما قلت لحضرتك قبل كده ان منظمه الصحه غيرت اللفظ دوت ذوي الهمم من معاقين الى سامعني يا فندم؟ سامعك يا فندم، معاك يا استاذ، انا بسمعك. غيرت اللفظ يا فندم من معاقين الى ذو احتياج خاص. تمام. المقصود بها بس ان هو ايه، تعامل بسيط بس، ان احنا الناس دي عندهم قدرات لم تخرج بعد. الناس دي لو قدراتهم خرجت هيفوقوا الشخص الطبيعي. تمام يا ريس. هيفوقوا الشخص الطبيعي، ولكن هم محتاجين الفرصه. اللي احنا محتاجينه من المجتمع بس ان هم يدي الناس دي فرصه بس، مش اكتر. يديهم فرصه يا جماعه بعد اذنكم، ادوا الناس دي فرصه تعبر عن نفسها. والاستاذه اللي معاك حضرتك قلت ان هي حسب ما فهمت يعني من شكل الحوار بينك وبينها، ان حضرتك بتقول ان هي بتعبر عنهم. تمام تمام يا فندم. تمام. فبتعبر عنهم، احنا بقى عايزين هم اللي يعبروا عن نفسهم. عايزين نتخطى مرحله ان انا اللي اقدمهم، انا اللي اقول هم بيعملوا هم. احنا عايزين نديهم فرصه ان الناس دي هي اللي تقول احنا موجودين. يا احنا موجودين، يا هي موجوده. يا استاذ سيد، يا استاذ سيد، احنا فضل. برنامجنا برنامج متخصص شويه في مجال ذوي الاعاقه، بالرغم برضو احنا بنقدم ذوي اعاقه وغير ذوي اعاقه، غير ذوي اعاقه موهوبين. احنا عباره عن نافذه بنعرض كل ما بيجي لنا من شغل لذوي اعاقه موهوب، وصدقني احنا بنبقى فرحانين. يعني احنا بنبقى فرحانين ان دول زملائنا وموهوبين، وبنزعل برضو لما بلاقي حد يعني في فرق بين التوكل والتواكل. تمام. بزعل لما بلاقي ذوي اعاقه بيستسلم. اصل انا مستني تعيين حكومه. انت لا شايف لا اتجاه الدوله، شايف اتجاه الدوله دلوقتي، الكادر الحكومي يعني يكاد يكون متضخم من اللي فيه. تمام. يعني ممكن زي استاذه دعاء ديت عندها تعرف ترسم. تمام. بترسم. فاحنا ممكن بصدد ان احنا بنناشد الدوله، بنناشد فخامه الرئيس، ربنا يحرسه، ربنا يعينه على المهام الصعبه اللي هو فيها، واحنا معاه قلبا وقالبا. بنناشد دكتوره نيفين القباج اللي بنقدم لها الشكر على كل اللي بتعمله لذوي الاعاقه. بنقول ان احنا ممكن نعمل نوافذ، الوزاره تتبنى نوافذ للموهوبين، واعتقد ان ده موجود. يعني اعتقد ان ده موجود بس ما حدش بيسال عليه. تمام. ان الوزاره تتبنى معارض لذوي الاعاقه، تسويق للسلع عندنا، الاسر المنتجه، في مسميات كتير الوزاره تقدر تعملها. وبصراحه الوزاره مش بخلانه بحاجه، بس هي مجرد ان احنا يعني
مستنيين حد يجي لنا. احنا برضو مش عايزين نعتمد كليه على الحكومه على الحكومه او على الوزاره، احنا عايزين برضو القطاع الخاص نعتمد على نفسنا له دور فعال. تمام تمام. القطاع الخاص لازم برضو يكون له دور فعال في هذا الموضوع. تمام. لان طبعا زي ما حضرتك قلت، زي ما قلت حضرتك قبل كده، ان الدوله بتتجه للقطاع الخاص اكثر، لان انت حضرتك زي ما ذكرت حاليا ان القطاع الخاص متضخم، ما عندوش الامكانيات ان هو يعمل اكثر من كده. يا استاذ سيد سامحني انا حضرتك يعني محتاج حلقات وحلقات وحلقات، بس هضطر اختم عشان وقت البرنامج. انا بعتذر لحضرتك ولينا لقاء قريب ان شاء الله. اتفضل يا سيد. السلام عليكم. شكرا. ماشي ياسمين، ونرجع لياسمين تاني. طبعا انت بتقولي كان مودك حلو في الصوره دي. تمام. طبعا الوان تمام. مبهجه. تمام تمام تمام. بتتعبي في الرسم ده ياسمين؟ الفحم ولا الالوان اللي بتتعبي فيها اكتر؟ الفحم حتى بعد النيو لوك اللي احنا شايفينه ده. طيب ورينا ياسمين. تمام. احنا النهارده في نهايه حلقتنا الجميله بنقول شكرا لكل حد عنده موهبه. كان في شكر خاص عايز اقدمه للاستاذ حموده محمد حموده، رئيس مجلس اداره نادي البيس الرياضي. بشكره على كل اللي بيعمله من مساعده لذوي الاعاقه ومن مساعده لخير كتير وبيعمله. ما يعني انا بعتذر ان انا بتكلم والله يا حاج، بس انا شايف حاجه بعيني. تمام. وصورته معانا على الشاشه. كابتن حموده منور الشاشه عندنا، شاشه برنامج بسمه لبكره. يليه 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 الاستاذ الدكتور احمد انور شاهين اللي انا يعني الاب الروحي لكل اهل الشرقيه وكل اهل بلبيس. دكتور احمد انت فخر الاهل بلبيس واهل الشرقيه، انا بشكر حضرتك. وبنشكر رجال اسعاف بلبيس اللي ما بتاخروش في اي حاجه. ومعانا الاستاذه بسمه بقى تختم عشان احنا كده طولنا شويه. وفي نهايه حلقتنا باذن الله يعني يا ريت نكون ادينا لكم مواهب كتيره، موهبه من ذوي الهمم الاستاذه دعاء، وفي مواهب صغيره عندنا هي مش من ذوي الهمم بس ليها اخوات من ذوي الهمم قدرت. وشكرا يا جماعه، ونلقاكم على خير الحلقه ان شاء الله باذن الله.